قرار وزير البيئة ناظم الخوري الموافقة على مشروع بلدية شكة إنشاء محرقة نفايات أثار استياء أبناء البلدة، فما كان منهم إلا أن اعتصموا عند طريق الجبل قرب مدخل شركة التراب الوطنية، وذلك رفضا لمحرقة النفايات التي سيبدأ العمل بها بناء على إذن خطي من وزارة البيئة. الأهالي رفعوا لافتات منددة بالمشروع، مناشدين البلدية أن تعود عن قرارها. لماذا شكة هي حقل تجارب دوما؟ تبدأ فيها الحكاية وتنتهي بكارثة بيئية تضرب شكة والجوار. إن مؤامرة تحضر لشكة والجوار، أبطالها معروفون. الأول البلدية دون أن تتنبه لها ودون أن تستشير أهلها، والثاني الوزارة لتسجيل إنجاز على حساب أولادنا. إشارة إلى أن المحرقة تهدف إلى إعداد دراسة تدقيق بيئي وأخذ العينات الضرورية للنفايات الناتجة عن تشغيل هذه المحرقة، لكن النتائج وككل مرة قد لا تكون مضمونة، وفي الانتظار يدفع أهالي شكة الثمن مجدداً.